ترامب خالف حتى مبادئ الحزب الجمهوري في بعض القضايا المتصلة بالسياسة الخارجية، يعني سحب أمريكا من العالم، من أوروبا، الحلفاء إلى آخره، هذه كلها ليست من سياسات الحزب الجمهوري. بالتالي حتى إذا نظرنا لهذا الموضوع من زاوية الجمهوريين سنجد أن ترامب ناقض حتى حزب نفسه. أعتقد أن بايدن لن يواجه مشكلات كثيرة حقيقة، لكن هو كرئيس أمريكي سيعتمد المؤسسية. ترامب ابتعد عن المؤسسات، ترامب كان يتخذ قرارات لوحده، ولذلك هناك 3 وزراء دفاع استقالوا، وكذلك وزير خارجية. وبالتالي هو سيقوم بالعودة إلى المؤسسات وتنشيطها واعتماد السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية. دكتور لقاء، يعني أشرت إلى عدة نقاط، أشرت إلى الانسحاب من الاتفاق النووي والعلاقة مع إيران، وهذه سأسأل فيها ضيفي دكتور إياد عقالقة، وأشرت إلى طريقة التعامل مع الصين، وأيضا أشرت إلى طريقة التعامل مع دول الخليج. هل يمكن أن نشهد مثلا مصالحة خليجية في الفترة المقبلة بين الأطراف الخليجية كأول إنجازات بايدن في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج تحديدا، لأنها كثيرا ما كانت تهم يعني الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا كان الرئيس بايدن مهتم ومنشغل بهذا، فأعتقد أنه سيحتاج وقت طويل، يعني شهور، قبل أن يتمكن من الانتباه لمثل هذه القضايا. ولكن إن الأمر يتعلق بدول الخليج نفسها، هناك كلام كان خلال الفترة الماضية عن اقتراب المصالحة وعن الوصول إلى حواف المصالحة، وربما المبادرة الكويتية ستكون كافية، ولكن أعتقد أنه يمكن لدول الخليج أن تقوم بهذه المصالحة بدون العودة للولايات المتحدة. ولا أظن أن تدخل بايدن الشديد سيؤدي إلى مثل هذه المصالحة، لم تكن هذه الدول نفسها مستعدة لها. لذلك لا أظن هذا من بين الملفات المهمة بالنسبة لبايدن.